في إحدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبا وقالت إن أجابها الله إلى ذلك ستصلي طيلة حياتها ولن تقطعها أبدا حتى فترة العادة الشهرية، وكانت تقضيها فعلا من كل شهر. ولكن تقول بعدما سمعت أنه لا يجوز قضاء هذه الأيام فقد تركت قضاء تلك الأيام مع أنها قد اشترطت أنها ستصليها أيضا، فماذا تفعل الآن؟ هل عليها الاستمرار في فعلها ذلك أم لا؟ أولا، النذر في الأصل لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة في الصلاة والصيام والحج صدقة فإنه يلزمه حينئذ الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، فهذه نذرت أن تصلي فما ولم تبين ما نوع الصلاة، هل تصلي صلاة نوافل أو أنها تصلي الفرائض وتحافظ عليها. فإذا كانت تقصد أنها تصلي الفرائض، الفرائض وجبت عليها بأصل الشرع ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط. نعم. وإن كانت تقصد أنها نذرة أن تصلي نوافل فإنه يلزمها أيضا أن تصلي النوافل حسب إمكانها، لأنها لا يجوز أن تصلي في فترة الحيض، وفترة الحيض مستثنات لا تدخل في نذرها. ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون أحوط، تكفر كفارة يمين عن فترة الحيض، وأما ما عدا فترة الحيض فإنها تصلي حسب ما نوت حسب ما عينت وتوفي بنذرها. نعم. هي فعلا يبدو أنها تذكر أو تقصد الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة واجبة أصلا. نعم. واجبة عليها بأصل الشرع. نعم. وإذا نذر الإنسان شيئا واجبا عليه بأصل الشرع صح النذر ويكون على تأكيدا، تكون الصلاة واجبة عليها إذن في أمرين، بأصل الشرع وبالنذر. نعم. إنما قضاؤها لها بعد الانتهاء من العادة في هذا غير صحيح. النذر في وقت الحيض لا يصح، من نذر فعل محرم فإنه لا يفعله، لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين. نعم.